اليوم العالمي للمرأة هو يوم من أجل حرية المرأة أنها تدعر، أنها تلعب، أنها تطلع وتصيح في الشارع، تروح وتسوي اللي تبي. أنما أنتوا يا مسلمين مثلا، المرأة تقعد في البيت وتتزوج وتصير أم، لا، هذا تقييد للحرية. أنتوا اعتديتوا على حق المرأة. إنزين، احنا المسلمين لما المرأة تسافر لابد ان وياها محرم يحميها، عشان يحميها من اهوال الطريق واهوال السفر. يعني المحرم عبارة عن خادم للمرأة، يشيل معاها الشنطة ويخلص اجراءات الجوازات ويحميها من التحرشات في الطيارة وتحرشات المسافرين. لا، اليوم العالمي للمرأة يقول لك لا، هذا تقييد وعبودية للمرأة، خلوها تسافر بروحها بدون محرم بدون بطيخ، خلوها تسافر، عطوها الحرية. ليش ما تثقون في المرأة؟ عطوا المرأة الحرية يا حبيبي، خلوها تطلع وتنطلق. انطلقي يا مرأة. نعم، اليوم العالمي للمرأة هو يوم الانطلاق نحو الحرية وتحقيق الذات وتحقيق الأنوثة. إذن شنو تحقيق الأنوثة؟ خلع الحجاب. خلع حجابك أيبا، خذي حريتك، حط خيمة على راسك. اليوم العالمي للمرأة يقولك خلع حجابك وخلعي وتشخلعي. يعني مو بس انك انت تخلعين حجابك، لا يبا، خلع حجابك وارقصي وسوي فيديوهات وخلي عندك سناب وطلعي للعالم يومياتك ومذكراتك وتخلي في كل البرامج واشتغلي مذيعة واشتغلي ممثلة وروحي رقصي في الفيديو كليبات. نعم، انت عطيناك حقوقك، وروحي وكملي دراستك. انزين، شلون اكمل دراستي؟ ادخلي في جامعات مختلطة يا يبا، ادخلي في جامعات مختلطة، انتي قاعدة كتفك لازق في كتف زميلك. نعم، وانتو تذاكرون مع بعض، وزميلك هو طول ما هو قاعد وياك مو مشكلة، يعني يتلمس فيك ويتحسس في جسمك، وقبل وتبادلوا القبل. لما الدكتور يعطيكم ظهرة تبادلوا القبل وانتم جالسين على مدرج المحاضرة. نعم، بما يسمى مدرج ولا مدرج ولا مدرج شنو، الكراسي هذا اللي في بعض الجامعات. نعم، خذي حريتك يا يبا. نعم، وانطلقي، طلعي وتعرفي على شباب وحبيهم قبل الزواج. يصير تتزوجين بدون ما تحبين شاب قبل الزواج؟ زين، انا احبه حب يعني من بعيد. بالله يا يبا، شنو بعيد من بعيد؟ حبيه ولزقي فيه وطلعي معاه.